تؤمن بها أو لا تؤمن. الحرية للإنسان، الحرية ربنا كفلها لكل البشرية وللجن يختاروا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. احنا يعني مش طالبين منكم حاجة، قل لا أسألكم عليه أجرا أم من مغرم هم مثقلون. الدعوة بتجيلك مجانا، عشان كده بنقول الناس اللي بتحفظ القرآن وبتحفظ الناس القرآن، في قارئ وفي مقرئ، القارئ اللي بيقرأ والمقرئ اللي بيعلم الناس. بنقول على المقرئين اللي بيقرئوا الناس يعني من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما تاخدش على القرآن أجر أبدا. أما المغرم هم مثقلون، ده ربنا بيقول احنا طلبنا منهم حاجة، فمدام ربنا ما طلبش منهم حاجة تيك انت يا ابو فصادة تطلب وتبوظ العملية. ما تطلبش اذا كنت فقير وبتعلم اللي يجي لك خده، مش انا باخد الحصة كذا لا ما اعرفش، لا لا لا، القرآن ابدا، القرآن اعلى من كده بكثير. قل امنوا به او لا تؤمنوا. إلا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ناس المؤمنة الصالحين ها إذا سمع القرآن يخر لله سجدا. لإيه بقى؟ للأذقان. إيه من الأذقان دي؟ يعني تخلي الجبهة والأنف والدقن زي ما يكون قطعة واحدة إذا استطعت، يعني بس دكم من الصالحين أوي. السجود يبقى كامل لله، هذا أشرف حاجة ربنا خلقها لك، الوجه. فتقول له يا رب الوجه ده خاضع ليك في التراب ليه؟ وبالنهبة بتقول سبحان ربي الأعلى، يبقى أنت تقول سبحان ربي الأعلى. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أنت تصدق بقى وعد الله سبحانه وتعالى ها؟ إذا كان وعدك بالجنة بالعمل الصالح تكمل هذا ها؟ جنة عرضها السماوات والأرض. بيقول لك المؤمن له يمكن 10 مأساف في الدنيا، يعني تاخد الدنيا 10 مرات في الجنة. أصدق ليه؟ كن فيكون. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون دائما أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. عاوز ربنا يقضي لك حاجتك، اتوضى وصلى ركعتين وطيل السجود، خليك ساجد كده واسجد وعيطه في الحته دي، انا عيان انا عايز فلوس انا دي.